النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة قال إنه بناء على الحوارات اللي تمت بينه وبين مجموعات من الشباب توصل إلى ملامح قانون للشباب بحيث يكون ملامح إنشاء المجلس الوطني للشباب برئاسة شاب لا يزيد سنه عن 35 سنة وقت التشكيل بهدف إسداء النصح للحكومة وإقامة الاتصال بين الحكومة والشباب. النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة، برحب بحضرتك سيادة النائب. أشكرك أستاذ الشريف، تحت أمرك. تحياتنا. يعني القانون ده قانون ملفت للنظر سيادة النائب، يعني ملامح إنشاء مجلس وطني للشباب، هل حقا سوف تكون برئاسة شاب لا يزيد عمره عن 35 سنة؟ والله القانون ده أنا بعمل له دراسة، وده من الكلام اللي أنا أخذه عن سنة ده من القوم. ده قانون أنا هتقدم به إلى مجلس النواب إن شاء الله غدا، وده مقترح، وإن شاء الله أحاول إن يحصل على ثقة أكتر من 60 نائب. في الحالة دي هيروح لرئيس المجلس، ورئيس المجلس لو موقع عليه أكتر من 60 نائب هيحوله إلى لجنة الشباب والرياضة وهندرسه، لأن ده من الأهداف اللي يعني مهمة جدا اللي أنا أتمنى وزملائي أعضاء لجنة الشباب والرياضة أتمنى إن احنا نحققه في هذه الفترة. إن ده سيادتك عارف إن السنة العام ده هو عام الشباب، وإن في قوانين اسمها قوانين تمكين الشباب، وإن متوسط عمر الإنسان في مصر سنة 2020 هيكون 29 عام، فمعنى ذلك إن 69% من المجتمع المصري من الشباب، فهو لابد تكوين هيئات شبابية وتكوين بنك للشباب وبنك للمعلومات وسجل للمتفوقين والمتميزين وكل ده. فكل ده كل احنا لسنا جهة تنفيذ، احنا جهة تشريعية، فكل ما نملكه هو ان احنا نطلع تشريعات مصر محتاجاها في هذا الوقت، والدول المتقدمة الكثيرة فيها تشريعات مماثلة لهذا الكلام. فاحنا خدنا تاريخ القوانين دي في الدول المختلفة وشفناها عاملة ازاي ودرسناها وقارناها، وخدنا من الدستور وخدنا من القوانين اللي قبل كده وخدنا من دعوة سيادة الرئيس إلى هذه الموضوعات واهتمامات واهتمامات الدولة كلها في تمكين الشباب، وعملنا المشروع اللي حضرتك بتتكلم عنه. صحيح. لو دخلنا بشكل أكثر عمقا، إيه دور المجلس الوطني للشباب؟ والله بص، ده موضوع طويل جدا وبنود طويلة جدا وحاجات كتيرة قوي 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 في هذا هذا المجال فيما يخص هذا المجال. بص وحضرتك دلوقتي احنا محتاجين يحصل نوع من نقلة نوعية، ان هو زيادة مساهمة الشباب في ادارة الدولة وتمكين الشباب من مناصب كثيرة ومناصب متعددة في الدولة، ولكن بشرط تأهيل هذا الشباب ويكون في منهج عملي لذلك، مش مجرد ان احنا نعين فئات سنية صغيرة، لا، ده هي لها خطوات كثيرة جدا لابد من اتباعها عشان لما يجي شاب يتبوأ منصب معين يكون هو مؤهل ليه وقادر عليه وعنده التجارب وعنده الخبرة وعنده الدراية وعنده كل شيء اللي تخليه ينجح. زي ما احنا بنشوف متوسط أعمار في مثلا كندا رئيس الوزراء عنده 41 سنة، مش عارف في دولة في أستراليا كذا، لكن ده مش مجرد سنه وبس، ده مجموعة خبرات كبيرة جدا ومتدرب. زي مثلا دلوقتي مشروع اللي هو القادة اللي بتعمله رئيس الجمهورية بيمرنه 500 واحد كل 3 شهور، لكن هذا التدريب ده نواه خدت بالك. قانون الشباب الجديد ده بيشمل على نقاط كثيره جدا بحيث ان حضرتك بتضمن ان الشباب لما يقود الدوله يكون هو مؤهل لذلك. طبعا مصر دوله شابه محتاجه انها تكون شابه، محتاجين ان احنا نحتضن هذا الشباب، محتاجين ان الشباب ده يقود البلد، محتاجين ان احنا نخلق فرص عمل للشباب، نحوله الى اصحاب اعمال، نحوله الى قياديين، نخلق نوع من التقارب بينه وبين البلد، يحس اكتر بالانتماء. كل هذا الكلام مش هيجي الا من خلال المجلس الوطني للشباب، وده تجارب معمول بها في دول متقدمه كثيره جدا. طيب ايه راي المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه باعتباره يعني وزير الشباب والرياضه ضمن الحكومه؟ حضرتك الدكتور الوزير طبعا يعني هل ده بيتعارض مع القانون اللي ارسلته الحكومه المفروض؟ عمرنا ما هنعمل حاجه تتعارض مع جهه معينه، عمرنا ما هنعمل حاجه تتعارض مع جهه، وبعدين عمرنا ما هنعمل حاجه لوحدنا، لان حضرتك ده لازم المجتمع كله يتوافق عليه والمجتمع يناقشه والمجتمع كله يقول رايه فيه. ما ينفعش ابدا المرحله دي مش مرحله تعارض ولا مرحله ان انت تحجب حاجه عن حد ولا تشارك في حد ولا تاخد رايه في حد،
المرحله دي مرحله مصلحه، يعني مصلحه عامه. خدت بس سيادتك؟ لا، ده اي قانون بيتقدم لمجلس النواب عاده بيطلع بالنائب وبعدين يوافع عليه عدد من النواب لا يقل عن عشر المجلس، بعد كده بيتقدم لرئيس المجلس، رئيس المجلس بيحول من العام يحوله للجنه المختصه لدراسته، وبعدين ينزل في القاعة، ولما بينزل في القاعة النواب بتشارك فيه وبيحصل حوار مجتمعي وبيحصل حوار مع الحكومة، في النهاية مش هيقر إلا اللي فيه مصلحة عامة للبلد وللشباب، وهذا الكلام لا يمكن، يعني لا يمكن، يعني مفيش حد هيستأثر بحاجة ولا حد يقدر يفرض رأيه على حاجة ولا أي حد مهما كان منصبه مهما كان وضعه مهما كان شيء. بالعكس، المصلحة العامة اللي فيها مصلحة للبلد وفيها مصلحة لهذه الفئة من المجتمع اللي تمثل اكثر من 60% هي اللي هتتعمل. تمام، بس ماذا عن القانون المقدم من الحكومه، قانون الشباب اللي ما فيهوش الكلام ده؟ لا، ما فيش قانون للشباب. القانون الهيئات الشبابيه يا فندم. ده موضوع، ده قصه ثانيه خالص. الهيئات الشبابيه ده يخص الرياضه، يخص مراكز الشباب، يخص هذا الكلام. ده ملوش علاقه بالرياضه. ده قانون الشباب ده قانون سياسي، قانون حاكم للعلاقه بين الشباب والبلد، اندماج الشباب في البلد. وصلتني الصوره. احد اهم قوانين تمكين الشباب، ده قصه ثانيه خالص حضرتك. وصلتني الصوره. لكن هل المجلس القومي للشباب يصدر قرارات ولا يصدر توصيات؟ لا، هيبقى له قرارات زي مثلا المجلس القومي للمراه مثلا. تمام. مثلا، بس ده هيكون له فاعليه كبيره جدا يعني. طبعا كل حاجه تخص الشباب، بقول لك بنك الشباب ده يعني ايه، مش هقدر ان انا مجرد ان انا لخصص. لا، انا باخد الملامح من حضرتك وان شاء الله يعني نتناقش فيه بشكل موسع. يعني نواه لقوانين تمكين الشباب. احنا دلوقتي بندمج الشباب في المجتمع المصري اكتر واكتر واكتر، بنقول لهم البلد دي بلدكم، انتوا عليكم دور كبير قوي، انتوا ناس قياديين، انتوا لازم ناس تشترك. طبعا بجانب ده، ازاي خلق فرص العمل، لازم آلية كده، ازاي نعمل بنك للشباب، ازاي نعمل بنك للمعلومات، ازاي نمرنهم ان هم يكونوا اصحاب اعمال، ازاي نحولهم الى ان هم قاده فعليين، ان هم يكونوا. شوف حضرتك، الشاب متى يزيد الانتماء عند الشاب وتمنع عنه اي حاجه وحشه؟ لما يكون عنده عمل محترم شريف وعنده اسره، وعنده اسره وبيشارك برايه وبيشارك في القرارات وبيشارك في الافعال وبيشارك في بلده. نعم؟ تمام. سيادة النائب، عايز أسألك على الإجراءات، يعني أنت بكرة هتقدم ملامح هذا القانون أو لا؟ مش ملامح، بقدم مشروع قانوني. هتقدمه بشكل رسمي، بتستهدف على الأقل عشر مجلس النواب. أيوه يا فندم، لما بيوافق عليه العشر بيتقدم لرئيس المجلس، رئيس المجلس بيحيله إلى الأمين العام، والأمين العام يحيله إلى اللجنة المختصة لدراسته. اللجنة المختصة بتعمل حوار مجتمعي وبتتناقش فيه وبتضيف اللي هي لجنه شباب ورياضه، مش كده؟ ايوه يا فندم، ايوه يا فندم. تمام. ولجنه شباب ورياضه حضرتك رئيسها، فبالتالي هيتم الموافقه عليها. لا يا فندم، الكلام ده مش مظبوط، الكلام ده مش مظبوط، لان ما فيش حد يقدر يفرض رايه على الساده اعضاء اللجنه ولا على اي حد في البرلمان، ويمكن سيادتك شفت. لا، انا اكيد، انا متاكد من ده. ما فيش حد يضمن، ما فيش حد النهارده بيضمن موافقه البرلمان على قانون او موافقه لجنه على قانون الا لو كل الناس توافقت عليه، وما فيش قانون بيجي الا لما بتحصل عليه تغييرات. طيب يعني اعضاء لجنه الشباب، اعضاء لجنه الشباب والرياضه مش هيكونوا ضمن العشر الاولاني الا بذلك سوف يقدم الى رئيس مجلس النواب؟ بص حضرتك، موارد ان جزء منهم يوافق يمضي عليه من حيث المبدا، وارد طبعا. ليه لا؟ هم نواب، وارد. وبعدين لما حضرتك بتمضي على ان القانون يتعرض على اللجنه، مش معنى ذلك ان انت موافق على كل ما جاء بالقانون، انت موافق على الفكره. نعم، فاهم. انت موافق على الفكره، لكن كل حاجه بيتم يعني دراستها دراسه متانيه، وبيتاخد راي الناس، وكلهم ناس يعني قياديين، يعني خدت بساتك، وناس لهم وضع جامد، وناس جايه على دراعها، ناس جايبها الشعب المصري. البرلمان ده ما فيش حد جابه حد. يعني حتى حضرتك ائتلاف دعم مصر مغالبيته من المستقلين. صحيح. هم متوافقين فكريا، لكن ولا مره بيتعرض قانون انت حضرتك ضامن ان كل دعم مصر بيوافق عليه، زي ما قانون الخدمه المدنيه وقوانين اخرى كثيره. وصلتني الصوره، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. سياده النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنه الشباب.
والرياضة متحدثا عن قانون هو شخصيا متبنيه وهيقدمه بكرة، مشروع قانون هو قانون الشباب. أبرز ما في هذا القانون إنشاء مجلس وطني للشباب برئاسة شاب لا يزيد سنه عن 35 سنة وقت التشكيل، بهدف إزداء النصح للحكومة وإقامة الاتصال بين الحكومة والشباب وتمكين الشباب بشكل أكبر في المجتمع المصري في مجالات مختلفة.